this picture, this area was really important to the Apollo 11 mission. Can you tell me, talking about the Apollo 11 mission, can you tell me where this this set of craters is on the moon? Yeah, you know what I'm talking about. You telegraphed it. That wasn't the moon. That was Arizona. This was Arizona being blown up to look like the moon. Okay? You can go on Google Earth right now. Here's the location. Go find it. Here's a picture of Buzz Aldrin in front of a mountain, a little hill behind him right there in Arizona. Oh, what do you know? Same mountain formation, and this is Buzz right here, supposedly on the moon. Well, that's a great question. The plan that NASA has is to build a rocket called SLS, which is a heavy lift rocket. It's something that is much bigger than what we have today, and it will be able to launch the Orion capsule with humans on board, as well as landers or other components to get to destinations beyond Earth orbit. Right now, we only can fly in Earth orbit. That's the farthest we can go. This new system that we're building is going to allow us to go beyond and hopefully take humans into the solar system to explore. So the moon, Mars, asteroids, there's a lot of destinations that we can go to, and we're building these building block components to allow us to do that eventually. سؤال فيه غرة الآن في مادة الجغرافيا اللي تدرس فيها المدارس. إيش مادة؟ الجغرافيا. نعم. تذكر أن الشمس، أن الأرض هي مركز الكون، تدور حول الشمس. إن الأرض هي مركز الكون. الأرض. نعم. والشمس تدور حول. نعم. هل هذا موافق لما أورد في القرآن؟ هذا اللي في القرآن. أدل على أن الأرض هي المركز والشمس تدور عليها. الدليل يقول الله تبارك وتعالى: وترى الشمس إذا طلعت تزاور عن كهفهم ذات اليمين وإذا غربت تقرضهم ذات الشمال. فأضاف الله الطلوع والغروب إلى الشمس، وأضاف إليها التزاور والقرض، وقال الله عز وجل: والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. فظاهر القرآن أن الشمس هي التي تدور على الأرض، ويجب علينا أن نأخذ بهذا الظاهر، لأن الذي يتكلم بهذا هو الخالق عز وجل، وهو أعلم بخلقه من غيره.
ولا يمكن أن نكذب هذا ونلجأ إلى قول العصريين إن الأرض هي التي تدور وبدورانها يكون اختلاف الليل والنهار، إلا إذا علمنا علما يقينيا أن هذا هو الواقع، فحينئذ نؤول الآيات عن ظاهرها إلى ما يوافق هذا الواقع. أما مجرد قولهم فإن نقابل قولهم بقول الله عز وجل الخالق، ونقول الأرض هي المركز والشمس تدور عليها والقمر يدور عليها والنجوم تدور عليها، وليس هذا هو الموجود في كتب الفلكيين المتأخرين. المعروف عنهم أن الأرض هي التي تدور وبدورانها يكون اختلاف الليل والنهار، ولكن هذا غير مسلم إلا إذا علمناه كما نعلم ثيابنا التي علينا، لأنه لا يمكن أن نخالف ظواهر القرآن والسنة لكلام أي إنسان. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي ذر وقد غربت الشمس: أتدري أين تذهب؟ قال: الله ورسوله أعلم. قال: فإنها تذهب وتسجد تحت العرش فتستأذن فإن أذن لها وإلا رجعت من حيث جاءت. هذا صريح، لأن الشمس هي التي تغيب وهي التي تذهب، فما بال ندع هذا؟ إذا كان يوم القيامة واقف الإنسان بين يدي الله وكان عقيدته على خلاف ذلك، ما حجته عند الله؟ قول فلان وفلان ما حجة. فالواجب علينا أن نأخذ بظاهر القرآن والسنة في هذا الأمر إلا إذا علمنا علم اليقين كما نعلم ثيابنا التي علينا بأن الأرض هي التي تدور وبدورانها يكون اختلاف الليل والنهار، فحينئذ نسلم. ثم لنا من يعني لنا فسحة أن نؤول الكتاب والسنة إلى ما يوافق الواقع، لأن القرآن والسنة لا يخالف الواقع. نعم.